تتابعوا معنا مشاهدينا الكرام مباشرة على قناة شو تي في الساعة الجائرة الرابعة صباحا، مجموعة من الشبان والشابات مقتبل العمر اللي كيتعطاو التخدير بطريقة كيف كنقولو داك نونوس، معرفتش كيفاش غادي نقولها باللغة العربية، كيشمو داك اللصاق في واحد الميكا كيسميو بالدارجة نونوس، يعني كيتشمكرو. هانتوما كيف كتشوفو المشكل هو ان جوج بنات كيبانو عليهم بانهم بنات العائلة، يعني بنات باقيين نقيات معاهم تلاتة ديال الشبان هنا بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء. اذا هانتوما كيف كتشوفو جوج ديال البنات و تلاتة ديال الولاد، فهاد الابناء كيتشمكرو او ربما كيضمعو بانني يشكو منظر زيد جد ربما كيظنوني بانني كنتهرش، لان هادو كيمارسو الظاهرة ربما غادي يجيو. سلام بنتي، فين عمي؟ لاباس؟ لاباس بخير. مالك؟ والو. سير بنتي سير حنا خدامين. وانت اللي وسير حنا خدامين، اش كديروا؟ والو مرحين. يلا وسير وحيدو وسير وحيدو الله يرضي عليكم، سير ما كنكميش. يلا سير وسير. العمر المساكن كيتعطاو للتشرد.